وهؤلاء الواهمون المخالفون لفطرهم ينكرون ما ينكر إنكار ضمائرهم من وسطهم، ينكرون وجود الإله وبواطنهم تقول لابد من إله، يناقضون فطرتهم ويعاندون معاندة لغلبة الشهوات عليهم الحقيرة الفانية، يريدون وراءها ولا يريدون أن يسمعوا أن عليهم مسؤولية ولا لهم إله يرجعون إليه، فهم في حالة وحاجة شديدة للإنقاذ، وهم كالنعامة إذا خافت من يطردها غمرت وجهها وضمته في مكان فظنت أنها اختفت، لما هي اختفى عليها الرؤية بدخولها وسط الغار ظنت أن من وراها كذلك لا يراها، فغطت عيونها وجاء الصائد وصادها. من أين لها الهرب بمجرد تغطية عيونها؟ أهل الإلحاد يغطون عيونهم فقط، ومن أين لهم الهرب؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا تحت سماء من رفعها؟ فوق أرض من سطحها؟ عجيب، بأسماع يسمعون من خلقها؟ بأبصار يبصرون من أبدعها؟ ترتيب طعام معين من قبل أن يخلقوا هو طعامهم دون غير، من رتبه؟ ومن ينبته؟ يغطون عيونهم، يغطي عيونهم، لكن أين يهربون؟ لا مهرب لهم. أتظن النعامة إذا غطت وجهها أنها تغطت عن النظر الناظر إليها والذي يطاردها؟ فكذلك هذه الظنون والأوهام. ونبيكم الذي شرفتم به أرسل إلى جميعه، أرسل إلى جميع هذا، وخلفكم من بعده قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الله، وقال بلغوا عني ولو آية. فتوجه الأمر إلينا أن ندرك نعمة الإيمان بالله الحق الحي القيوم الذي إليه المرجع،